اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اه شباب بيقولوا لي توب، تعرف شو معناه توب؟ شو بدي اخبركم، بس قالوا هالبنات الصبايا وهالشباب اللي عم بتشوفوها بهالعالم العربي. بس اليوم من قلب محروق بدي احكي عن موضوع اسمه السياسه. اكيد بدي ينزل شي نهار بهالكتب، بس قبل ما تنزل هالكتاب اسمه السياسه رح اقرا لكم، لانه شفت اليوم في هيك صحوة خاصة في لبنان، وذكرت وقلت بتمنى سليمان فرنجية تترك السياسة ويلي بقلبك تعيشه. وصرت اثنين، عصام فارس وسليمان، فارس سليمان. مش بس عكار، رح تدخلوا بدار كتير كبيرة وتبطلوا تشتغلوا سياسة أهل الدنيا. سياسة الأنبياء غير سياسة الأغبياء. رح أقرأ عن سياسة هالدنيا. بيقول شو يعني كلمة سياسة؟ كل الناس اللي فاشلين بهالدنيا بيطلعوا سياسيين، سامحوني، هيدا اسمه بوليتايتس، هيدا مرض. مش المهم انت فاشي ولا كابيتالي ولا شيوعي ولا اشتراكي، هيدا مرض، هيدا فايولنس، هيدا إرهاب واغتصاب وتحدد مصير العالم. وين ما كان أدولف هتلر ولا ماو تسي تونغ، كل السياسيين في العالم على مر التاريخ من الملك إسكندر لليوم ما فينا نقول في واحد سياسي. أنت البداية وأنت النهاية بهالدمار، عم بتدمر حالك وعم بتدمر أرضك. ولكن إذا بتشوف سياسة الأفراد، سياسة الأنبياء والأولياء والحكماء والعارفين بالله، مثل سياسة ديوجين، مثل سياسة النيوم الأحياء ميتشاكوشي اللي عم بيعمل One Peaceful World، عالم واحد موحد، مثل سياسة أوشو اللي قتلوا ريغان شخصيا سمم له لأنه حط علم الأذان، مثل جورجيف، جورج جورجيف هالأرمن اللي قال في حقيقة واحدة ما في اثنين، درس الطب ودرس الدين ودرس العلوم وقال لا، منا برجل الدين ولا بالسياسة، بقلب كل قلب بحب نفسي ثم نفسي ثم نفسي. أي سياسة بدنا؟ مش بعنا من تغيير صور وكلمات وشعارات وعبارات، ما في أكثر من العبارات وأقل التعبير. كل هالمجتمعات اللي عم نشوفها حول العالم اجت من ناس خطرين. يا ريت بقدر خبركم، society is just a name، المجتمع كلمة، الإنسانية كلمة بس منا موجودة، لازم يكون في إنسان بيحكي وبعيش الإنسانية ما بيقولها. مجتمع منه موجود، جماعة اثنين بيعملوا جماعة، المسيح بعد تلاميذ اثنين اثنين، بس ليك وين وصلنا، ليك شو عملنا. مؤسسات إن كانت دينية أو سياسية. قال له بدك تعمل سياسة، اترك السياسة للناس يلي هني عقلهم ضعيف، بيقولها stupid بالإنجليزي. أي سياسة بعده بيصدق إنه بيقدر يسيس العالم؟ سايس حتى الفرس هربت منه. قال له سيري بنعمة الله، سيري بأمر من الله. الناقة ما قدر يعطيها سياسته، كلنا برضا وتسليم. شو عملنا؟ شوفوا السياسة بأمر إلهي بقلبنا. كون عالم، بي اي ساينتست وشاعر ورسام ومهندس وموسيقى وتكتب كتاب وتعمل فخار، كله ما حدا بيحترمك. لازم تكون سياسة تيحترموك، لازم تاخد رهبة ورعبة الناس. والله نحن صوتي بأمرك، أعطيني صوتك وشوف شو بعمل فيك. شوفوا شو بصير قبل الانتخابات، كلهم بيحترمونا لأنه عنا صوت بدنا نحطه بصندوق، بينما الصمت
هو الصوت وهو الصورة وهو الصلة والصيام والصلاة، مش الصندوق. ما فينا ندخل على الصندوق إذا كنا سياسيين. لازم نعرف إنه الإنسان هو خلاق. اليوم الواحد بس يكون فاشل وطح ما بيروح بحطوا له أف، يعني فاشل سائط، شو بيعمل بس يطلع ويكبر؟ سياسة. ولكن الإنسان الناجح ما بيفوت على السياسة. شوفوا نحن بلبنان، شوفوا السياسة بلبنان، شوفوا شو بيحكوا بمجلس النواب، هودي ولاد بس صدن كبير كل واحد منا. ما تقولوا عنه فهمين وتلوموه، انت خبتك شو عملت لي. أنا مسؤولة عن أنا، نحن مسؤول عن نحن، لما أنا بكون مسؤول عن أنا. المجرم والسياسة من نفس الفصيلة. If the criminal becomes politically successful, he is a great leader. إذا المجرم مثل هتلر صار ناجح سياسيا صار قائد كبير. نابليون أمه قالت ما بصدق الحقيقة اللي عم شوفها في وراها، شوفوا شو صار بآخرته. شوفوا هتلر، ماو تسي تونغ، كل اللي حكموا روما وغيرهم لحد اليوم. أي سياسة بدها؟ سياسة الأنبياء والأولياء، سياسة لا يعرفنا إلا الله يا علي، سياسة القلة والنخبة، النخبة كالقابض على الجمر. وبلشوا من وراء الألم بده يطلع علم، مثل ما قال عصام فارس تركت السياسة. نعم خينا أمين لحود، وأنت كمان شيلها الحدود وتركها السياسة. في سياسة داخلية، وقت اللي كنت معك اثنين حكينا بلغة الأم وحكينا أرمني، قلت لي شو فيني أخدمك؟ لا فيك تخدمني ولا فيني أخدمك، كل واحد بيخدم نفسه. شو ما حكيت كلامك لا ينفذ، ما في نافذة لا أنت ولا أنا. كلام الله من خلالنا نعم، كلام المسيح من خلالنا نعم، خدام إلى الله وللمسيح نعم، ولكن السياسة يلي مألوفة هلأ منا ملفوفة. ننتبه إنه قريبا كلنا من نلف بكفن، سياسة الكفن أفضل من سياسة أي وطن. ما بقى في وطن، كلنا منقول كلنا للوطن، ما بقوله هيدا نشيد منو جديد. كلنا للبطن وتحت البطن، شوفوا شو عم بصير بهالوطن. هيدي السياسة. If the politician cannot succeed in being in power, he becomes a criminal. لازم يكون ناجح من الجناح الداخلي، لازم تكون كائن مع المكون. هيدي السياسة ما بتنجح إذا ما كنت أنت والمكون واحد، مثل الخلفاء وقتلناهم. شوف شو عملنا فيهم، أربع خلفاء ما منستاهل أكثر. كل واحد منا خليفة. إذا فيك تكون خليفة الله، بترك الأرض بترول عبد الله. أنت وأنا عبد الله، وأنت وأنا خليفة الله. أي سياسة بدك. They are destructive people. Their whole effort is to dominate others. شو عم بيعمل السياسة؟ يكون عندي سلطة عليك بس اتحكم فيك. هيدا الحاكم يتحكم بالإنسان، ونحن رضينا أنه يتحكم فينا. كل المؤسسات العلمية والدينية، الأبدان والأديان من تاريخ الإنسان، من آدم وحواء اليوم، سياسة قايين وهابيل. قتلني تقتلك، وصرنا اغتصبنا الأرض وامتلكنا الأرض. هيدي ملكيتي، السلعة، مرتي، جوزي، ولادي، عفشي، بيتي. الملك لله والأجار لمين؟ كل هالعار بسبب إنه الإنسان أنت وأنا مش إنسان. السياسة هي طموح، هي شهوة، إيجو، أنا، استكبار، تحطيم، اغتصاب، إيجو تريب، رحلة دمار، رحلة استكبار. دروب اوت. كيف فيك تعمل الدروب اوت؟ كيف فيني انا اترك؟ كيف فيني اترك هالسياسة
ما في غير الثورة. أي ثورة؟ بدي حط عليها الزهرة إذا فينا. هون هاي الثورة، الثورة الداخلية. نعم هيدا الكتاب، بس تقروا بتعرفوا. كتار منكم بيقولوا لي مريم كأنه نحن كاتبينه هالكتاب. نعم نحن كاتبينه بألمنا، بخوفنا، بوجعنا، بقهرنا. ولادنا وين؟ بالمساجين، بالحبوس، سجين، سجن نجس. شو عملنا؟ هاي الثورة اللي بدنا إياها، The inner evolution، الثروة الداخلية، التطور الداخلي. الثورة هي الثروة الخارجية والثروة الداخلية. يكون عنا عصيان، يكون عنا تمرد، ولكن هالعصيان وهالتمرد ما يكون بالترهيب، يكون بالترغيب. مثل ما الطفل بس يقول للماما لا، بتقول لهم بلاكول، بتفتح له تمه، بنسكر لهم النخيل وبنطعميهم بالغصب وبنعلمهم بالغصب، وكله غصب وارهاب وصلب ونصب وتنصيب. شوف شو عم بيصير. فإذا نحن بدنا نعمل سياسة، بس أي سياسة؟ سياسة الأولياء، سياسة الحكماء، سياسة الخلفاء. كم أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبو بكر. كيف عنا هيك خلفاء وعم نلحق هيك؟ ما رح أقول بسطة، البسيط هو الأطفال. لهالسبب كلنا مسؤولين، كل واحد منا بحاجة إلى ثورة. هالثورة inner evolution، النمو الداخلي. ما فيها سياسة، رح تكون روحانية، رح تكون من أهل الذكر مش من أهل السكر، ولا أهل السكر ولا أهل الدمار. بدنا ملايين من الناس حول العالم يعرفوا أنهم يطلعوا من إيدين السياسيين. نكلبجين كلنا كلبجة بإيد السياسة، هو اللي بيقرر المصير. بلبنان عرفنا ما في حدا بيقرر المصير إلا التوحيد. اتحدوا، ما نعمل مثل ما صار كارل ماركس، يا فقراء اتحدوا أو يا الشعوب يا البروليتاريا. لا، يا أصحاب الصحوة والنخوة، يا أصحاب التدين، يا أصحاب الذكر والسر، يا أصحاب الجماعة والله مع الجماعة، يا أصحاب التوحيد. أنت بطريق سيدنا عيسى، أنت بسيدنا موسى، أنت بتقول لا إله إلا الله، أنت بتقول آب وابن وروح قدس إله واحد في ثلاثة أقانيم، كلها حقيقة. بس بدنا نفهمها بقلبنا، بدنا نطلع من الفكر ونخترق حدود العقل. قديش العقل واسع، خمس أجساد بتتحكم فينا العقل، العقل العاقل، وآخر جسدين حتى جسد مقام القرب من القلب ومن صلة الأرحام. ما بقى في علم أبعد من حدود العلم، بتنساب إنت وبتنسكب هالنقطة بالمحيط. هيدي السياسة اللي بدنا إياها، ما حدا رح يعطيك إياها، أنت بك تفتش عليها. من بعد ما تفتش من حزب إلى حزب، من عون إلى عون، من قوات إلى قوات، من اللي عم بيصير بلبنان ما بفهمون بالأسماء، ومن لبنان وبسوريا وغيرنا، وهلأ صار في رحمة أكتر شوي عند الحكماء والحكام، إنه يا جماعة افتحوا باب للحرية. بس هي من برا ترجع بتجي الليستة، انتخبوا اللي عيناهم. موجودة من تاريخ آدم وحواء لليوم، شوفوا هالقصص. آدم وحواء، قايين وهابيل، واني اختون، شو هالرمز؟ ما فينا نتخانق مع السياسيين لانهم حاكمين العالم، بس ما فين يحكموا نفسك. وين ما كنت انت حر، بتقعد بالحبس، والحبس هو كمان زواج. تزوجت الجاهل والجاهله والعاقل والعاقله، انت شو تزوجت؟ انت مين اخذت؟ مين اخترت؟ فإذن سياسة الأنبياء غير سياسة الأغبياء. مناسبة موجودين اليوم، ما تضيع وقت، ما تروح إلى نزاع وصراع ومقاومة. بدي قاوم الجهل. تذكروا معركة أحد، جبل يحبنا ونحبه لأنه نوايينا كانت بالأرض. خسرنا. انتبهوا على كل امرأة، على كل عجوز وعجوزة، على كل الأطفال، ما تقطعوا شجرة. قال
هيدا المقاومة. وقت الإنسان هو بيبتدي، نعم، بالدافع مش بالمدافع. بمعركة خيبر كيف خافوا هو وحده، عرفوا إنه عنده كرامات الإمام علي، ويقول له لقاتلي أهلا بقاتلي. لا ما قتلوا، قال لم يقتلوني بعد. نعم في حرب، والمسيح قال بيع واشتري سيف، بيت بيت الله وجعلته مغارة للصوص. بس أي سياسة بدنا؟ ما بيطلع بهالأمة العربية واحد يكون عنده سياسة من النفس، بعدين سياسة القلب وسياسة صلة الأرحام. عصام فارس مطلوب، أنت قلت هالكلمة أولا وكتار، أنا بالبداية على باب بيتك لله حط معك مستشارين من أهل الله، وكل حاكم سعد الدين الحريري حط مستشارين بيك ما حطهم، ما شافهم وما عرفهم، انت شفتهم وعرفتهم، كتاب بإيدك بخط إيدي معك. بيك وحدنا، جيبنا بالألم، جيبنا بقى بالعلم، جيب عبد العزيز سعيد، ما عم بقول لك جيب مريم نور ولا أوشو ولا أي كتاب، جيب أنطوان أبو ناظر، إجا على لبنان وكان أمين الجميل رئيس جمهورية، قال له عملني رئيس جمهورية ثلاثة أيام بحط سلام بالأرض، ضحكنا عليه. جيبوا أهل العلم، هودي السياسة اللي بدنا إياه، يلي بيعرف يوحد. الله يرحم الياس سركيس، كنت معه بآخر أيام حدثته بهالحديث، يسمع اللي حقيقة. وبس يفوت الناس فخامة الرئيس ويسوي شعارات من هالنسوين، يفوتوا لعنده، قلت له جايين عند فخامة الرئيس، بس أنا مع الياس سركيس ما فخامة الرئيس. هيك قلت له لأمين لحود، أنا مش مع فخامة أمين لحود، مع أمين لحود. الألقاب حواجز للأغراب، القلب والحب ما بده لقب، نحن أخوة كلنا. بس أخوة مش مع الأخوة، مع أخوة شناي. نعم وين راح أخوة شناي؟ نرجع نجيب هالناس يلي موصولين بأبعد من حدود الشعور والإحساس، موصولين موجودين بكل بلد. طالما قدرت أنت تقول ما بدك سياسة، وخيك أمين لحود وخينا قال تراجع، لا تتراجع، إذا رجعت ترجع مش على المرجع، انتبه. المرجع الأساسي يلي إله أساس، مش بالرئاسة، مش بكرسي الرئاسة، بآية الكرسي. بيقول انتبهوا، كل واحد منا بيدخل على سياسة الأرض وسياسة شد الحيف والحريمات والحبلة، رح تضل بهالحبلة انت معلق ومشنوق. مني ضد إنسان ولا ضد أي شيء، ما بدي إياكم تكونوا أحرار، بدي إياكم تكونوا أنتوا الحرية. شوفوا الفرق، تتحرر من الماضي وتتحرر من المستقبل. الماضي مضى وصار تاريخ وكله آخ، والمستقبل غيب، والغيب بالقلب مش بالجيب. ما عنا إلا هاللحظة، يا منياخد نفس شهيق وزفير أو، بس إذا كنا أحرار لحظة صرنا أحرار باليقظة، ما في موت. تترك هالجسد، هيدي السياسة اللي بدي أتعلمها، سياسة الجسد والنفس والروح. ولوين بدنا نروح؟ شو عملنا من 70 سنة لليوم؟ ما شفت إلا الحروب بلبنان والمجاعات والظلم والقهر والحرب، باسم الله والحب، باسم المسيح، باسم الجهاد. طالما في ناس هلأ عم توعى وتصحى، صار في انترنت، صرنا موصولين بالانترلايت يا جماعة الله، ما بقى حدا في يخبي على حدا. العطشان بيعرف وين النهر وبيروح، والجوع والتعبان والنعسان، طوبى للعطشانين للحب. الكتب بين إيدينا، الكتب على الموقع، الكتب بالقلب، الكتب بكل اللغات. في مقام noormuhammad.com منه بالعربي، في مقام هارون يحيى
بكل اللغات حتى بالعربي. ولكن للأسف بقدر لكم أنه كمان they are compromising. عم بقرأ وبرجع إلى كتب أوشو مثلا، مساوم ميتشوكوشي، مساوم في ناس بلبنان، مساوم والمعلم كمال جنبلاط، أنطون سعادة، جبران، سيد موسى الصدر، في كتار مساوم ورجال دين ودنيا. وأنت الحقيقة فيك وفيي، ما تساوي، قول ما بعرف، ولو بتعرف على القليل عرفت أنك ما بتعرف تحاكي على الإنسان. لا تحاور أصحاب الجهل، ومع أصحاب العقل الصمت لغة العقول. ولكن السياسة اللي عم نتبعها اليوم، منشيل جسد ومنحط جسد. تتذكر وقت اللي طلع أميل لحود، ما ضل في شعار ما حطينا إياه رجل القرار والاستقرار، هلأ قدم استقالتك، روز شلو. وهيك رح نعمل بعون، ومنقول وينك يا معين، شو جبنا هالعون؟ كلنا ميشيل عون إنسان واحد، إذا بدي إلخي حملة عليه كذابي ما بحبه. إذا بتعاون إيد بإيد منخلق من جديد. بيكفي عنا هالاستغفار وهالغفران، وسامحنا، العفو، قليل العفو عند المقدرة، لأني أنا الغلطانة، أنا اللي ارتكبت هالجرائم. وفينا انطوى العالم الأكبر، نقعد مع بعضنا ونقول يا جماعة من آدم محول لليوم وتابعين سياسة قايين وهابيل. مين قتل مين؟ يلي ذبح قتل خيه، يلي قدم البقوليات والخضرة والحنطة إلى مذبح الله. مين اللي أمر بحط ورقة التوت؟ أنتوا أنا من الكبت، لأنه حطينا ورقة توت وكبت، شوف شو عم بصير. بالعهد القديم قالوا تعت نكحك بناتي، معناته عارف شو عم بيعمل. إذا بتفهموها بالعلم بتفوتوا بعلم النكاح. ليش قالها؟ ليش بهالكتب في هيك؟ بكره بتقرأ كتاب النكاح وبصير في احترام لكل متعة. احترم المتعة وتمتع باحترام. ما بقى عندها احترام لا للموت ولا للحياة، صارت كلها سياسة خارجية. إذا عندنا سياسة خارجية داخلية هذا توحيد. إذا بقول له للمسؤول يا خي المسؤول أنا مثلك سائل ومسؤول، بيقول لي نظفي بيتك مريم ما تتكل علي، أنا بدي أعمل واجباتي، حقوق وواجبات، مش بس أعطيني شو عم بعطي. وقت اللي كندي قال شو عم نعطي أمريكا، مش بس أمريكا شو عم تعطينا، قتلوه. وقت الملك فيصل قال بنرجع الناخة والتمر، شيلوه من أهل بيته بعتوه يقتلوه. هالرجال بعدها موجودة ما ماتت، وهالنساء موجودة. الحقيقة ما بتموت، السياسة اللي بتموت. غورباتشوف راح على مدرسة للولاد، كانت شيوعية وبعدها هلأ يعني نحن منغير أسماء الجهل موجود بأسماء مختلفة. قال له شو اسم أمك للولد؟ قال له اسم أمي روسية. قال له عفيك. شو اسم بيك؟ الشيوعية. قال له عفيك. شو بتحب تكون؟ قال له بحب تكون يتيم. لا أنت ولا حزبك ولا سياستك، كلنا ما منحب أي حزب، ما منحب أي إنسان يربطنا ويقرر لي مصيره ويقول لي شو لازم تاكلي. وأوقف بالصف، بوقف من باب الاحترام. هلأ نحنا منكون منحترم الصف بأمريكا، بس نوصل على مطار بيروت يلا مندفش، لأنه منقول البلد هيك. لا، أنت في أنت هيك لأنك أنت هيك، خلينا نحترم قد ما منقدر. كل واحد منا بيته، ساكني ببناية ما فيني إلكم شو فيها وساخة، كلها نادرا هم أظلمهم كلهم. ولكن الطابق الخامس ببناية حرب دمار فيها مميز، بس تفوت بمدخل الباب لأنه هذا المدخل بشارك فيه، وبالأسانسير بشارك، وبس توصل قبل ما تفتح باب البيت وفتح لك وتدخل بتشوف إنه البيت مميز. ما قلت لأنا هذا في عنا فقر وما عنا مصاري وما فين غير البيت، هيدا بيتي حطيت حصيرة، بس أجمل حصيرة وأجمل فرشة قطن وأفضل الكتب يلي إلي، والشجر والزهور والعطر والمطبخ، في إنترنت وتليفون.
وتياب، كل شيء بدك اياه موجود بافضل شيء، منا كميه بس نوعيه. واذا عندك الاموال وبدك الكميه ليش لا، اذا بيكون عندك قصر. بس عاده اللي بيكبر حجر وما بيصيب، اطلب المستطاع حتى تطاع. اليوم نحن قاعدين بحبس ولو كان بيت وقصر، لان نحن حبسنا حالنا بسياسه معينه لارضاء الاخرين. بنلبس كعب عيل ومتحمل بضاجة نروح على العرس، اقطع العرس ان شاء الله تعبت كثير وهلكت بس لارضي الناس. الله ما رضى الناس، انك لن ترضي من احببت. من يشاء انت وانا والله. فاذا بدك ترضي الناس سياستك لارضاء الناس مش لإرضاء نفسك. فإذن إذا في واحد من لبنان قال لا للسياسة، جوين ذا كلاب، نحن كلنا بالخدمة. هيدي الخدمة العسكرية. إذا بتشوف شو معنية خدمة وعسكر، شوف هالكلمات شو جميلة كيف تركبت. ممنوع نروح على الحرب. نعم ما بدي الحرب. بأمريكا عم يهربوا على كندا بالألوف يوميا. قلت له ما بقى فينا يعني رح. قال له لا ما بدنا نروح على الحرب، أمريكا بدها تعمل حرب حول العالم، هلا بتأمرنا نفوت على الميدل إيست حرب هون، لبنان وسوريا العراق فلسطين السعودية. شو بدنا نعمل؟ بدنا نغير السياسة. ما نلحق السياسيين، نلحق سياسة الأنبياء. يطلع ناس ويصرخوا يقولوا ما بدنا سياسة. شو أجيكم؟ شو أجا الحريري؟ في غير القدر؟ فيك تلطف فيه. نعم فيك تاخد قرار أنت، الحسنة من الله والإساءة من أنفسنا. فينا نقول لا للسياسة الهدامة، نفتح مدارس. نعم علم ناس. نعم بس شو تعلمنا؟ معلبات، حشود، وقود للحروب القادمة، تعصب في الدين وجهل. لا هاي الكلمات، لا هاي الكلمة، ماروني مسلم مسيحي كاثوليكي، طوائف طائفة. كيف بدنا نطلع من هالطوائف الطائفة ونطوف كلنا سوا ونعرف انه ما في انسان مثل التاني، ما في نفس مثل التاني. خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. كلنا كونيين، كلنا من حقيقة وحدة، مع حقيقة وحدة، مش منموت ومنروح، موجودين موحدين بالألم وبالعلم، بالنعمة وبالنقمة، بالرحمة وبالرجمة، بميزان الإنسان. شو بدك؟ بتمنى يصرخ صوت تاني معك وصوت تالت وتقولوا ما بدنا سياسة الأغبياء. لو ضلينا مليون سنة رح نضل مطرح ما نحن إنسان ملعون. ما تنتظروا على وسائل الإعلام الأمة العربية يكون فيها الكلام، إلا هلأ مريم نور بكرة ما بعرف، بس الكتب بتنزل. دايما فتشوا إذا ما شفتوني وين في كتب مريم نور. هلأ عنا اثنين دور نشر، بتمنى بدار نشر الثالث. عنا دار النهضة وبتمنى دايما المرأة تكون، ودار كل المطبوعات. انت من قدمك على الرجل، لانه انظلمت حقوقك من ادم وحواء لليوم. كل امراه في العالم العربي عندها اي مشروع بقلبها بيتقدم على مشروع. اذا كتابك بنحطه علنا قبل دار المطبوعات. اذا كنت ام وزوجه واخت حواء في الطبيعه، بس حواء الله مش حيد الانسان. حييكم ونتذكر كلنا الثورة الداخلية والسياسة الداخلية. مع السلامة.